تتكون جهة دوكالا عبدة التي يطغى عليها الطبع القروي من إقليمين وهما أسفي والجديدة، وباعتبارها معبراً حقيقياً يربط بين شمال المملكة وجنوبها. تستوعب جهة دوكالا عبدة كماً هائلاً من الطاقات في ميادين الاقتصاد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، مروراً بالصناعات الخفيفة واستخراج المعادن من المناجم. إلا أن النشاط الاقتصادي السائد في الجهة يرتبط أساساً بميدان الفلاحة، حيث تشمل الجهة 80% من الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب ميدان الصيد البحري الذي يشغل أكثر من 80% من الساكنة النشيطة بالجهة. يعرف إقليم أسفي ميولاً متزايداً نحو زراعة الكبار، نظراً للامتيازات التي يوفرها هذا النشاط على مستوى المردودية والأرباح. ويتم إنتاج الكبار بشكل أساسي في البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، إسبانيا وفرنسا والمغرب، الذي يستفيد من توفر اليد العاملة، محتلاً بذلك المرتبة الأولى عالمياً في هذا الإطار. الكبار جانا منتوج زين، هو اللي كنت نصور فيه المعيشة ديالنا، كيصوروا الناس مزيان وكيعيشوا به الناس مزيان، وكما كان هذا الكبار حنا نبقاو ساكن بعدها بسبب نهائية. تعطى واحد شويه ديال الاهتمام لانها كتوفر لنا واحد العائدات كبيره بالنسبه للعائله، وكتنتج في الظروف اللي ما يمكنش ينتجوا فيها دوك المسائل الاخرى بحال القمح والزراعه الى غير ذلك. وفي سياق التنافسيه المتزايده على الصعيد العالمي، يعرف المغرب بعض المعيقات على الرغم من امكانياته وطاقاته الاقتصاديه. وفي هذا الإطار فإن برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب الذي أعدته وتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID يهدف إلى تشجيع الاستثمار والمبادلات التجارية ودعم الإنتاجية، ويتبنى البرنامج مقاربة شمولية متعددة القطاعات تتمحور حول 3 مكونات: متابعة الإصلاحات في الإطار القانوني والتنظيمي لتحسين مناخ العمل في المغرب، تثمين الموارد المائية لزيادة الإنتاجية والتنافسية والتشغيل في القطاع الفلاحي، دعم تأهيل يد عاملة تستجيب لمتطلبات التنافسية. يضع البرنامج خبرته ومعرفته رهن إشارة أهم الاستراتيجيات القطاعية التي يتبناها المغرب مؤخراً، كمخطط المغرب الأخضر ومخطط المغرب للتصدير. تراجعت المكانة التي يحتلها المغرب في إنتاج الكبار عالمياً بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. الكاليبر داكشي ديال النوع، يعني الفئات أو الأجزاء اللي كتكون فيه، الكاليبر 1 و 2 و 3 و 4، ما كان نعملوهم شيء، حنا كنجمعوا داكشي أون فراك، يعني كنجمعوه ما كان نعزلوش، وكندفعوه هكذاك، لأن ما عندنا شيء الوسائل باش غادي نديروا العزل. عملية التسويق ما كدوز في ظروف حسنة، لأنه عندنا بزاف ديال المتدخلين وهما اللي كيديو الرباح الكثير اللي خاصو يديه الفلاح في الأصل. التسويق عندنا عيان، التسويق ما كاينش. تتدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عبر برنامجها التنافسية الاقتصادية للمغرب في هذا السياق بالذات، وذلك بتوفير الدعم التقني للمزارعين والتعاونيات الفلاحية على صعيد مختلف الأنشطة الاستراتيجية، ابتداء من نظام الإنتاج إلى التسويق مرورا بالتوزيع، وذلك عبر تكوينات محددة وممنهجة. يمنح البرنامج الدعم المالي والتقني للتعاونيات وللفلاحين، حيث يسمح هذا الدعم بتأهيل وتعزيز التجهيزات وعمليات الإنتاج والتوزيع وغيرها. ويعتمد برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب بشكل كبير على تكوين المزارعين والفلاحين لتحقيق أهدافه في المنطقة، إذ يعتبر التكوين محوراً جوهرياً لإنجاح المشروع، حيث سيمكن المتدربين من تبادل المعلومات والخبرات مع متخصصين يقومون بتكوينهم في مجال التقنيات والمنهجيات الحديثة بهدف تأهيل وتطوير نشاطاتهم. وقد استفاد فلاحو وتعاونيات المنطقة من تكوين حول الممارسات الجيدة لتحويل الكبار، وذلك في 10 و11 من غشت 2011 بسبت جزولة، وهي منطقة تبعد عن مدينة أسفي بحوالي 30 كيلومترا. فيما يلي يرصد لنا الأستاذ الرحماني أجواء وأهداف التكوين. L'accompagnement est fourni sous forme de formation et d'appui technique. Et en ce qui concerne la formation, on a eu une série de formations. Je crois qu'on est au niveau de la 3e série.
Et cette série qui a débuté hier et qui se termine aujourd'hui a porté sur trois volets, à savoir les bonnes pratiques hygiéniques, les bonnes pratiques de fabrication et la traçabilité, ainsi que la conduite pratique de l'opération d'élaboration des câbles. Pour ce qui est des bonnes pratiques d'hygiène, le but est de sensibiliser la coopérative, les coopératives à la nécessité de disposer de locaux qui répondent à la nouvelle réglementation. Le deuxième volet porte sur les bonnes pratiques de fabrication qui sont fondamentaux pour produire des câbles de bonne qualité. Et quand on parle de qualité de câble, c'est essentiellement le calibre qui doit être aussi petit que possible. Là, vous avez 6 calibres. Le meilleur calibre, le plus valorisé, est les non-pareils qui ont un diamètre de 7 mm. Pour essayer d'optimiser la valeur ajoutée, les coopératives sont appelées dès la récolte à essayer de récolter à des intervalles le plus rapprochés possible en vue de récolter le plus petit calibre, d'acheminer ces câbles fraîches le plus tôt possible au niveau de la coopérative et ensuite de bien travailler ces câbles pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible. L'activité de l'USAID, programme MSC, porte sur la formation, l'accompagnement et l'appui technique desservi au profit des coopératives. Il va consister en l'octroi d'unités de production comprenant un tarare, des tapis de triage, des calibreurs, un séparateur et un équipement pour l'analyse qualitative des câbles. الفوائد اللي خدينا اليوم ما عمرنا شفناهم ما عمرنا عرفناهم. المحل شيء مفيد 100%. معهد الزراعة بالرباط اللي منحنا فرصة أن نستفد من هذا البرنامج التكويني، الهدف دياله تتبع مسار زراعة وتصنيع الكبار اللي كيعرف واحد القفزة نوعية في جهة عبدة دكالة. شاركنا في هذا اليوم التحسيسي اللي احنا في حاجه الى مثل هذه الايام التحسيسيه. كان نشكر هاد الناس اللي قاموا بهذه البادره، وانا جد مسرور لان كنت محظوظ باش استهدفت هذه الايام التحسيسيه للمنتجين الكبار. يولي البرنامج اهتماما خاصا بادماج الشباب والنساء عبر تشجيعهم على المشاركه الواسعه في مختلف نشاطاته، وذلك عن طريق توعية وتكوين شركاء والمستفيدين من هذا البرنامج. يعمل برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن طريق التكوينات والمبادرات التي تبناها على صعيد الجهتين على تطوير المنتوجات المحلية مع ضمان تأطير وتوجيه وتمويل التعاونيات والفلاحين بهدف جعل هؤلاء الفلاحين من المصدرين الكبار.